شكرا. شو لازم نعمل؟ شكرا لك. شو عم يصير؟ شو عم تعملوا هون؟ شو كأنه القائد ما أعطاكم يوم عطلة؟ ايه مبلا. ايه احكي. نحن فكرنا. شو فكرتوا؟ احكي يلا. يا شباب النقيب باتور صار هون. انتبه. يعطيكم العافية. الله يعافيك. ملازم أرجان. أمرك سيدي. الشباب حبوا ينضموا إلنا. هالشي بيسعدني كتير وراح يكون مفيد له. وكان انبسط. طبعاً قبل ما تنبسطوا اسمعوا. اعتباراً من هاي اللحظة تواصل داخلي وخارجي ممنوع. المونة والزخيرة والمعدات ما بدي فيها نقص أبداً لو شو ما كان الظرف. بعد ما الحوامة رح تنزلنا هنيك في عنا مسافة مشي طويلة منيح، ومثل ما بتعرفوا بدي تمويه كامل. رح نكون هاديين مثل العصافير. شوفوا أخواتي هالمهمة فوتتها وعرة وما نسهل بنوب. انتبهوا وديروا بالكن، ما عنا مجال للخطأ أبداً. كلكم بتفتحوا عيونكم، منشان هيك استعدوا لهالشيء. مفهوم كلامي؟ مفهوم سيدي النقيب. ارفعوا صوتكم اكثر. مفهوم سيدي النقيب. ممتاز. يلا خلونا نروح نستعد لكان. يلا يلا يا شباب. يلا يلا يا شباب. يا قيد العتمه عندك. تحت امرك سيدي النقيب. سيدي ما بعرف في شيء بالرادار، رجعنا هني. ممتاز، معناتها خبرهم ما يتنفسوا لحتى نوصل على الموقع. حاضر سيدي. أرجان، تعرف مين اللي رح ناخده؟ مين؟ الملاحظة الحمراء رقم 5. بهرام سابو؟ ليش عم تعلي صوتك قدام العساكر؟ آسف سيدي. تعرف كل القائمة صح؟ هيك لكان هالواطي بيكون بهرام ما؟ إذا طلعت هاي الإخبارية مزبوطة معناتها رح ياخدوه على مشفى بالسليمانية لأنه عنده فشل كلوي. إلي جهنم الحمراء. صحيح سيدي. كيف رح نتعرف على الهدف؟ لازم نقرب منه ما؟ هون ما فينا نعمل علقة بالمرة، بس بقى هنن رح يضطروا ينقلوا بشي آلية وأكيد رح يوصل آليات تانية. هذا هو الهدف. وصل يا ملازم. اللي شو شايف؟ احكي. المسافة شي 600 متر. واللي عن باب السيارة؟ باب السيارة 610 متر. وهي 610. والريح شمال شرق 6 عقد. السرعة 45 درجة. الجانب اليساري 10 درجات وبعدين 4 درجات لجهة اليسار.
أنا من عندي خالص، مفهوم؟ من عندي خالص. الباقي عليكم يا أبطال، اتفضلوا. سيدي، اجت الإصابة بقلب الهدف، تمت المهمة بنجاح. سيدي، بهرام ثوب انتهى هلا، خلصنا عليه. في شيء ما عجبني، ليش تركوه مشيوا؟ ما بعرف، بجوز فكرونا بغير موقع. في شيء ما نصح هون يا أرجان. جمعوا انتوا اثنين، روحوا من الجرف. يلا نحن رح ننزل من هون ورح نغير التشكيل، الكل يكون صاحي وانتبهوا منيح. ها ملازم أرجان. حاضر سيدي. المفروض يكون في ضوء أو شيء أكبر، انتبه منيح وتفقد الرجال بالجهاز كمان. ها بجوز يكون هذا كمين. علم سيدي. مين معي؟ خليني احكي مع قائدك. وليش مين انت؟ سيدي هذا هو الارهابي. احكي. شو ما رح تسألني عن اسمي؟ هذا انا بهرام ثابو. شو عم يقول هاد؟ سيدي النقيب في شي هون. سيدي نقيب لازم تيجي تشوف بسرعة. بتمنى تعجبك الهدية الصغيرة، بتوقع ما رح تقدر تنساها بنو. تعال نحكي وش لوش. قلي شو عم يصير؟ وهون في واحد تاني. يلا نصر لازم سكر، انبسط بنصرك. استنى سيدي. ليش شو صاير؟ سيدي لا تقرب. بعد من وشي أرجان؟ لا سيدي. شو قصدك يعني بعد هيك؟ قلت لك لا سيدي. أرجان اتحرك. قلت رشاك. خليني أمرق، خلصني بقى أشرك. رشاك سيدي. اتركني بعد. جاي؟ ألم يا ويلي عليك يا أخي. سيدي مين بيكون هاد؟ هذا أخو بني تشلدن. اللهم دن بوسو بني تشلدن. Can yarısı diye kardeşa derler.
anasının kuzusu. Yere koydu ben onu. Yere koydu ben onu. Ya!